حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. لا يوجد مكان آمن للصحفي اليمني في بلاده. من جولتنا بين الصحف الفرنسية، عودة المعارك الشرسة إلى اليمن بعد فشل خطة المشاورات. ومن أخبارنا المنوعة، عريس هندي يتخلى عن عروسه يوم الزفاف بسبب الواتساب. أهلا بكم. في مدينة واحدة أكثر من 25 ألف نازح توجهوا إلى مدارس جديدة، ووفقا لموقع صحوانت فإن هذه المدينة هي مأرب. وقال الموقع إن المدارس في مختلف مديريات المدينة شهدت في اليوم الأول للتسجيل إقبالا كثيفا من قبل الطلاب وكذلك أولياء الأمور للالتحاق بالدراسة. وقال مدير مكتب التربية بالمحافظة الدكتور علي العباب في تصريح لوسائل الإعلام إن إجمالي عدد الطلاب خلال العام الماضي بلغ 90 ألف طالب وطالبة في المحافظة، وإن إجمالي الطلاب النازحين بلغ نحو 25%. وأشار العباب إلى استعداد السلطة المحلية بالمحافظة للعام الدراسي 2018-2019، حيث تم طباعة الكتاب المدرسي وتوفير الكادر المؤهل، إضافة إلى توجيه المحافظ بإنشاء 60 فصلا دراسيا لاستيعاب الطلاب النازحين. ويأمل مكتب التربية بالمحافظة من المنظمات الدولية خاصة إلى مساعدتهم في حل مشاكل الطلاب النازحين وتوفير الفصول الدراسية لهم، حيث يكاد دور المنظمات يكون منعدما تماما ولا يوجد أي دور لها في تقديم المساعدات. الجدير بالذكر أن مدارس مأرب تشهد ازدحاما كثيفا في الفصول الدراسية بسبب النزوح، حيث بلغ عدد الطلاب في الصف الواحد نحو 400 طالب ومثله في فصول الطالبات، ما يضطر بإدارة التربية لتقسيم الطلاب إلى عدة شعاب. وعلى النقيض من هذا الإقبال الكثيف نحو التعليم، يسرد تقرير من صنعاء كيف دفعت الظروف وسيطرة الميليشيا الأهالي في العاصمة إلى جعل التعليم آخر اهتماماتهم، وعنوان الموقع بوست: التعليم في اليمن الضحية الكبرى للحرب حاضرا ومستقبلا. وبعدما ترك المدرسة يعمل الطفل محمد ذي 13 عاما 10 ساعات يوميا في إحدى ورش إصلاح السيارات في منطقة الحصبة في صنعاء مقابل 12 ألف ريال يمني في الشهر، يقول محمد الذي أخبرنا أنه كان يحلم أنه يصبح ضابط شرطة إن والده لم يرغمه على ترك المدرسة والذهاب إلى العمل، وإنه وافق حين عرض عليه العمل ليساعد والديه وأخواته الثلاث على توفير القوت الضروري لهم. غير محمد، كثيرين تركوا المدرسة، ووفقا لتقرير صدر أخيرا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف حول التعليم في اليمن في مارس الماضي، فقد انقطع نحو 500 ألف طفل يمني عن الدراسة منذ تصعيد الصراع، ليصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى 2 مليون طفل. مفرط في التشاؤم بأن حربا تولد حربا أخرى وأن معركة تجلب معارك، كتب عبد الوهاب العمراني مقاله في الموقع بوست مضيفا: كل ما يحدث يجعل من الحقبة المقبلة من أصعب المراحل سياسيا واقتصاديا وبالطبع عسكريا، بينما مستقبل المشاورات بعد فشلها قبل بدئها يصب في اتجاه أنها لن تكون إلا بعد بضعة أسابيع وربما أشهر، وحتى لو تمت فستظل مجرد مشاورات غير مباشرة وقد تحقق الأهداف الإنسانية المحددة وقد تفشل، هذا إذا التأمت. أما الحرب فالمعتقد بحسب مسوغات الواقع أنها سوف تستمر على الأقل لتكمل ربما الأربع سنوات، وسواء توقفت الحرب خلال أشهر أو أكثر في حال لم يحسم الأمر عسكريا ويطوي صفحة الانقلاب وتجرم الحركة الحوثية. المؤكد أن حربا ستلد أخرى، والحروب القادمة الطويلة التي ستعقب هذه الحرب في حال انتهت بأي صيغة لن تكون بمفردة عدوان التي يسوغ لها الحوثي، وإنما حرب بين اليمنيين أنفسهم وستأكل نفسها مثلما تأكل النار الحطب. هذه الحرب بكل مساوئها وتخاذل الشرعية وتآمر التحالف، كل هذا هو مجرد تحصيل حاصل ونتيجة، وليس سببا لسقوط صنعاء على سنابك الخيل المؤتمري، ومن ينكر هذا فربما يحتاج إلى علاج. ما يستطيع الحوثي فعله فقط هو إطالة أمد المعاناة ومزيدا من تدهور العملة وشظف العيش والدمار
ومزيدا من تفكك النسيج الاجتماعي، بحيث غدا الجميع يكره الجميع. وعلى خلفية فشل لقاء جنيف التشاوري، فالحكومة الشرعية باتت بكل وضوح أمام تمردين، أحدهما يأخذ شكل انقلاب عسكري ويفرض نفوذه على مقدرات الدولة ومؤسساتها في صنعاء، بل ويتجدر يوما بعد يوم بحوثنة الجيش والأمن والقضاء والتربية والثقافة، والأخرى يتجلى في النزعة الانفصالية التي يدعمها التحالف، والتي تنفذ انقلابا بالتدريج مع إيهام الشرعية بأنه معترف بها، وهو ما يشابه سلوك الحركة الحوثية غداة سقوط صنعاء. آفاق الحل السياسي للحرب في اليمن تنصدم مرة أخرى بحائط مسدود، كما تقول صحيفة الأيام في تقرير خاص نشرته بعنوان بعد فشل المشاورات تصعيد يعيد الحديدة إلى صراع عسكري غير منضبط. تقول الصحيفة المفاوضات غير المباشرة انتهت قبل أن تبدأ بعدما رفض المتمردون في اللحظة الأخيرة التوجه إلى جنيف، ويؤكد باحثون وسياسيون يمنيون أنه لا يمكن قراءة سلوك جماعة عقائدية مثل الجماعة الحوثية ضمن سياق سياسي بحت، نتيجة سيطرة التيار الراديكالي المتعصب الذي لا يؤمن بالبراغماتية السياسية، معتقدا أنه يخوض حربا مقدسة. ويرى باحث سياسي أوردته الأيام أن قبول الحوثيين بالمفاوضات السياسية يعني تنازلهم عن الحق الإلهي المتوارث وفق نظريتهم، بينما يؤكد باحث آخر أن الجماعة الحوثية تسعى للاستفادة من عامل الوقت لتحقيق واحد من أهم رهاناتها، والذي يتمثل في التغيير الديموغرافي في المجتمع اليمني، وهي تسابق الوقت لتحقيق ذلك انطلاقا من إدراكها بأن الوقت لصالحها لتغيير معتقدات اليمنيين وإخضاع الموظفين الحكوميين والمدنيين والعسكريين لدورات خاصة. وجهت وزارة النقل بعدم السماح بإدخال السلع الأساسية والمشتقات النفطية التي لا تملك اعتمادات أو تحصيلات وحوالات مستندية عبر البنك المركزي اليمني بعدن، وعنون موقع المصدر أونلاين قرار بمنع دخول السفن التي تحمل مشتقات نفطية وسلع لا تملك اعتمادات عبر البنك المركزي. وقال الموقع إن الحكومة أصدرت قرارا ضمن محاولتها إنقاذ الاقتصاد اليمني، والذي تمحور حول حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والتحويل والحوالات المستندية عبر البنك المركزي اليمني. وقالت وزارة النقل في تعميم وجهته إلى الغرفة الملاحية والشركات والوكالات الملاحية إنه تقرر عدم منح تصاريح السفن التي تحمل الشاحنات من المشتقات النفطية أو أي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والأرز والحليب والزيت إلا بموجب الوثائق التي تؤكد استيراد الشحنة عن طريق أي من الاعتمادات أو التحصيلات أو الحوالات المستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن. وأضاف التعميم بدون تقديم الوثائق المشار إليها أعلى عند تقديم طلب التصريح والتأكيد من مطابقتها لما سيرد في كشف البنك المركزي اليمني في عدن، لن يتم قبول الطلب التصريحي للدخول لأي ميناء في الجمهورية اليمنية. وحده المعلم عليه ألا يشتكي، تحت هذا العنوان كتب جمال مسعود مقاله في صحيفة الأيام مضيفا بح صوت المعلم وهو ينادي امنحوني حياة كريمة لا ذل فيها بالسؤال ولا استجداء فيها للمستحقات. عام بعد عام والأجيال تنهل من مخزون المعلم الذي يعمل بكد واجتهاد، يصبر على الفروق الفردية في المستويات التعليمية والأخلاقية بين الطلاب، ويتعامل معهم بحنان الأبي وحرص المربي، وهو صانع الأجيال لا يغيب عن واجبه، وإن غاب عن عمله يعود فيقدم درسه الفائت بأثر رجعي في الحصص الإضافية مجانية العطاء والتقديم. لا يعلم بحال المعلم إلا خالقه، ولا يستمع لمعاناته إلا ضميره، لا يشكي لا يبكي لا يتوجع. ليس الحق في ذلك عليه أن يعمل فقط في كل الظروف والأوقات، ليس له عذر إذا جاع أو مرض. كان المجتمع يعرف من المعلم فيحنو عليه ويرفع قدره ويلبي طلبه. فماذا أصاب الناس؟ ولا أقول ماذا أصاب المعلم، لماذا يرفع المعلم صوته خارج المدرسة وماذا يقول غير شرح الدرس؟ إنه يئن ويقول اعطوني حقي، دعوني أعش بأمن وأمان أنا وأولادي،
يشرح المعلم للطلاب درس الدفاع عن الحقوق والحريات ويسهب في رفع المعنويات وحث الطلاب على التحلي بشجاعة ونصرة المظلومين واحترام النظام والقانون وإعطاء كل ذي حق حقه. كن شامخا جليدا وأنت تقدم هذا الدرس لطلابك، ثم سجل في كراستك أنا المعلم المهملة حقوقه وهو صامت، وإذا خرجت عن صمتي واحتجيت مثل غيري مطالبا بحقوقي خرج الحريصون على تعليم أبنائهم. كف عن ممارسة التجهيل وعد إلى المدرسة وعلم أبنائنا واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وفي الجولة الخاصة بترجمة قناة بلقيس للصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة ليبراسيو الفرنسية عنوان فشل المحادثات، معارك دموية، اليمن تغرق. وفشل محادثات السلام في اليمن يعكس عدم الثقة العميقة بين الأطراف المتحاربة، ويخشى من تصعيد عسكري جديد لا سيما في محافظة الحديدة الاستراتيجية، حيث أسفر القتال العنيف في الساعات 24 الماضية عن مقتل 84 شخصا بينهم 11 من المقاتلين الموالين للحكومة و73 في صفوف المتمردين. تضيف الصحيفة انتهت المشاورات التي طال انتظارها تحت رعاية الأمم المتحدة، وهي الأولى منذ أكثر من عامين قبل حتى أن تبدأ، بعد تهيئة الظروف لحضور المتمردين الحوثيين، لكنهم لم يتخذوا هذه الخطوة، حيث كان من المقرر أن تبدأ المحادثات حول الصراع الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي. يقول إلكساندر ميتريسكي الباحث في الصراع اليمني في جامعة سيدني إن عملية السلام التي حاول مارتن غريفيث إحياؤها لعدة أشهر قد تقوضت بشكل خطير، وبما أنه لا توجد عملية سلام يجب احترامها فلن يكون لدى الأطراف المتحاربة قيود على الأرض. ميدانيا، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الجيش الوطني ضيق الخناق على إمدادات ميليشيا الحوثي الانقلابية من الأسلحة والمعدات بالاقتراب من قطع الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة. وقالت ألوية العمالقة في بيان نشره مركزها الإعلامي إن القوات التابعة لها تواصل التقدم نحو منطقة كيلو 16 وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيا الحوثي، مؤكدة أن القوات أصبحت على بعد أمتار من مصنع نانا وصوامع البحر الأحمر. وأشارت قوات العمالقة إلى أن سيطرتها على المنطقة ستقطع الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة، وستمنع وصول الإمدادات من الأسلحة عن الميليشيا في صنعاء والتي تقوم بتهريبها عبر ميناء الحديدة. ألوية العمالقة سيطرت على كثير من القرى والوديان والمزارع الموجودة بالقرب من منطقة كيلو 16، وتواصل التقدم للسيطرة على المنطقة التي تفصل المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إلى قسمين جنوب وشمال الحديدة. العالم لا يستطيع اليوم إلا أن يتذكر هجمات 11 من سبتمبر 2001، فقد هزت العلاقات الدولية واقتلعت أنظمة وتسببت في قتل كثيرين. هكذا بدأ غسان شربل مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: إنه يوم استثنائي في حياة أمريكا والعالم، ويوم باهظ في حياة الشرق الأوسط الذي أنجب القاعدة وبعدها داعش. في ذلك اليوم لم يخطر ببال صدام حسين أنه سينضم لاحقا إلى لائحة الضحايا. كان معمر القذافي واثقا من غياب بصماته، فقد أقلع عن لعبة التحرش بالإمبريالية الأمريكية، وكانت طائرة الملك عبدالله الثاني فوق الأطلسي في الطريق إلى أمريكا، وسرعان ما أدرك فور وصوله أن النهار سيشكل منعطفا في علاقات أمريكا بالعالم. ولم يصدق علي عبدالله صالح التقارير الأولية، ثم أدرك هول ما حدث، وحين رأى الطائرة الأولى تصطدم بالبرج ظن مسعود برزاني أن التلفزيون يعرض فيلما عاديا، لكن الطائرة الثانية دفعته إلى المتابعة. كان اسم الرئيس الإيراني محمد خاتمي، ولم يكن حديث الهلال الإيراني مطروحا بعد، وكان على برويز مشرف أن يعد باكستان للتعامل مع الزلزال المقترب، وكان سمير جعجع مقيما في سجنه وميشال عون في منفاه، وكان مضى عام على تولي بشار الأسد الرئاسة لم يزر خلاله إيران. عاقبة الإمبراطورية الأمريكية من استهدفوا رموز نجاحها وهيبتها ووسعت دائرة العقاب، جثة أسامة بن لادن ضائعة في المحيط، وأبو بكر البغدادي صنع الكارثة وتوارى بعدما خسر دولته ومعاقله. لكن الغريب أن فكرة استهداف مركز التجارة العالمي بطائرة مدنية
لم تكن من صنع بن لادن. كان الغرض من هجمات الحادي عشر من سبتمبر إشعال خطوط التماس بين الغرب والعالم الإسلامي. كان الغرض أيضا استدراج الجيش الأمريكي إلى حرب في وعورة المسالك في أفغانستان. لقد راود بن لادن حلم رؤية الجيش الأمريكي يخرج مثخنا من أفغانستان على غرار ما حصل مع الجيش الأحمر السوفياتي، لكن بن لادن أساء بالتأكيد تقدير قوة الآلة العسكرية الأمريكية ومدى رفض العالم للإرهاب. ومنذ يوم الهجمات إلى اليوم عاش الشرق الأوسط سلسلة من الأعاصير مزقت خرائطا ودولا وهزت توازنات وغيرت ملامح، ولم تتمكن سكاكين البغدادي من الاستقرار طويلا لحز أعناق الخرائط. تعكس نتائج آخر تقرير صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما قاله الصحفيون الذين ما زالوا يعملون في البلد الذي مزقه الحرب للجنة حماية الصحفيين من أنه لا يوجد مكان آمن وأنهم يرزحون تحت ضغط مميت من جميع الأطراف. وفقا لتقرير نشره موقع دبريفر، منذ بدء الصراع عام 2014 قامت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق عمليات الاختطاف والهجمات والحرق العمد والقضايا في المحاكم وعمليات القتل. وقال صحفيون يمنيون إنهم لا يستطيعون العمل بأمان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن لجنة حماية الصحفيين وجدت أن الذين يقومون بالتغطية الإخبارية في عدن ومناطق أخرى من الجنوب كانت تعتبر آمنة في وقت ما، باتوا الآن يتعرضون للهجوم والمضايقة من قبل الميليشيات المدعومة من الائتلاف الإماراتي مثل الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية. هذه الجماعات ضغطت على وسائل الإعلام لعدم انتقاد دولة الإمارات العربية المتحدة أو غيرها من الدول الداعمة للحكومة اليمنية أو نشر تقرير حول القضايا التي تورط الميليشيات. ونتيجة لذلك أخبر العديد من الصحفيين اليمنيين لجنة حماية الصحفيين أنهم مجبرون على فرض الرقابة الذاتية على سلامتهم. عريس هندي من مقاطعة أوتار براديش قرر التخلي عن عروسه يوم الزفاف كما ذكر موقع البي بي سي، لأنها تقضي وقتا طويلا على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب للمراسلات. وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها واتساب جدلا في الهند باعتباره الأكثر شعبية في البلاد، إذ يستعمله أكثر من 200 مليون شخص. وتفيد التقارير بأن العريس كان غاضبا من إفراط عروسه في استعمال تطبيق المراسلات، وكانت المرة الأخيرة هي القشة التي قصمت ظهر البعير على حد تعبيره، فقرر إنهاء علاقته بها بعدما عرف أنها كانت منشغلة بمراسلة أفراد عائلته. لكن العروس تنفي صحة هذه المزاعم وتقول تقول عائلتها إنها كانت مستعدة لاستقبال عائلة العريس وإقامة حفل الزفاف في الموعد المتفق عليه، ولكنها علمت بحدوث مشكلة في آخر لحظة وبعد حضور عائلة العريس. وقد سجل أهل العروس بلاغا عند الشرطة يتهمون فيه أهل العريس بمحاولة الاستيلاء على المهر الذي تدفعه العروس لعريسها وفق العادات والتقاليد الهندية. وفي جولتنا المصورة لهذا اليوم صور مختلفة ومتنوعة من صحيفة الديلي تيليغراف نتابع. الكاريكاتير الفن الساخر والمعبر عن أحداث ووجهات نظر مختلفة، جمعنا رسومه من عدد من صفحات الصحف العربية إليكم، فإلى الكاريكاتير.
وبهذه المجموعة من الصور والرسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.